معاكم مستشار مرتضى منصور. يا سيادة المستشار، ازي حضرتك والف مليون مبروك. صباح الخير كابتن خالد. صباح الفل. فين تفكر في الطب؟ انت مالك الشياكه. انا بستمد الشياكه منك، وخصوصا مالك الشياكه. والله البدله الزرقاء امبارح. يعني ينفع سيف زاهر اه يطلع بالشياكه دي بدل وكرافتات؟ تمام، ما هو سيف معاه فلوس كتيره يا سياده المستشار. انا غلبان. تاخد اكتر منه يا خالد. انا بقى حرام عليك يا سياده المستشار. انا لا لابس نفس اللون البدله بتاعتك امبارح. هاتولي بدله المستشار يا جماعه. اتفضل. صباح الخير استاذ عمرو. صباح الخير استاذ محمد عبد الشافي. لا عبد الشافي، عبد الشافي ده صباح الخير يا استاذ المستشار، والف الف مبروك يا استاذ المستشار. متشكرين. صباح الخير استاذ محمد شرقاوي. اهلا بك يا فندم، تحياتي. صباح الخير لكل المصريين والعرب والمصريين اللي في الدنيا كلها، في العالم كله، اللي احتفلوا مع نادي الزمالك امبارح. صحيح. بص احنا بس انا هبدا من قصه مين احسن رئيس نادي. لا هو الاستاذ محمود ابراهيم، السيد ابراهيم محمود الخطيب جه معايا من 2014 و2017 مظبوط كده؟ صحيح. 2014 اعتقد ماجد غراب عمل بوست قال ان 2014 انتخابات الاهلي كانت مزوره. ده رقم واحد. احنا ما عندناش انتخابات مزوره، احنا اكبر عدد جه، والحمد لله الفرق بيني وبين اللي ورايا كان اعتقد 12 13 ألف. تمام. فرقم واحد، انا 5 سنين واخد احسن رئيس نادي بفضل ربنا، تاني بفضل الله، من الاهرام. عمرو حتى كان ماسك الموقع بتاع الاهرام اعتقد. صحيح. عمرو مش كنت ماسك اهرام وسلمني الجائزه رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير، وعمرو كان ايامها ماسك رئيس الموقع بتاع الاهرام. صحيح. واخده من الاخبار. صحيح. والسنه اللي بعديها اداني الجائزه الله يرحمه ياسر رزق. الله يرحمه ياسر رزق رئيس مجلس اداره الاخبار. واخدها من التحرير للجمهورية. واخدها من فيتو اخر سنه. واخد الجائزه دي من جمعيه المحترفين بتاعت مجدي عبد الغني. يعني انا واخد 5 سنين ورا بعض احسن رئيس نادي بفضل الله، وفي الاخر قالوا لي روح يعني، واخد بالك؟ فربنا يستر. بس بقول لك ايه، عوده قويه. لا عوده قويه. انت روحت روحت بس ما جيت، عوده قويه. الحمد لله. فنمرة واحد، عايز اشكر جماهير الزمالك الغير طبيعيه. تاني، جماهير غير طبيعيه. صحيح. يعني انا شفت جماهير في العالم كله، ايه الجماهير الغريبه دي؟ اولا كلهم توحدوا مرة كيان. حتى اللي كانوا مختلفين معايا. حتى اللي كان بيضللوا مع عباس على الاشكال دي كان بيضللوهم، واخد بالك؟ في النهايه هم حسوا ان في رئيس نادي قوي رجع حته النادي، رجع نادي الى منصات التتويج في كل الالعاب. فانا بشكرهم جدا جدا جدا، وهم بعد ربنا. انا حتى سيد الباشا اضرب لهم، انتوا رقم واحد. ما فعلا رقم واحد بعد ربنا طبعا. هم قبلي وقبل بريرا وقبل اللعيبه، لان هم البنزين. انتم رقم واحد. ده انا بقول لهم الملعب كله كان لازم اروح اشكرهم كلهم واحد واحد، ولو طول ابوس دماغهم واحد واحد. مش عشان مرتضى، انا الحمد لله محامي ليا اسم مشهور يعني والحمد لله، انما عشان الجماهير دي اللي وقفت ورا فريقها. صحيح. وجابته من البدرون تاني، من البدرون. واحد يقول لك ما احنا واخدين الدوري السنه اللي فاتت. لا، ما هو بنفس اللعيبه. لكن ايه، انا استلمت زي ما قلت قبل كده كل لعبه قدم سله طائرات 3 فرق في بعض. صحيح. كان اللعيبه مشيت كلها. وست اشهر ما ردوش جنيه. يعني انا جيت اديتهم المكافاه الدوري. صحيح. تمام. فهذا الجمهور العظيم لازم يتشال على الراس. انا بس ليا اعتاب عليهم، لم يكن يصح انك تطرد احمد حسام ميدو من المكان اللي فيه. مهما كان. يا اخي ده انا بيني وبين محمود ابراهيم السيد الخطيب الاسطوره. تمام. شوف بيني وبينه ايه. ومع ذلك انا عندك في القناه هنا دعيته يحضر الماتش هو مجلس ادارته، ونعمل له ممر شرفي. فهو ضيع فرصه عمره قدام البلد وقدام الشعب وقدام الجماهير الاهلاويه. ليه؟ لان احنا كل ما بنيجي نعمل مبادره عشان
مش عايز منه حاجه ولا الهوى. خلاص العريضه بتاعت النقل النهارده قدام اهو، انا بس عايز افهمه. اتقدم اهو النهارده كام؟ 24/8 رقم التتابع 3 2 رقم 79 تم اهداء النقد. الحكم يا محمود ابراهيم الخطيب في 3 صفحات. انت عارف النقد في كام صفحه؟ اتفضل عشان يتعلم المحامي بتاعك لما يقراه. في 171 صفحه. تاني الحكم في 3 صفحات اللي طلع 10/8 من السيد المستشار الجليل ادهم بيه اللي اداني يوم 6/4 في نفس الموضوع ده براءه وتأيد في الاستئناف واتباع تأييده في 10/8 قال لا مرتضى مسؤول قدام الشهر. طبعا محاميك هيتعلم لانه كان في المكتب عندي فرضه قبل كده، هيتعلم من المذكره ازاي يبقى محامي وازاي يبقى يعرف القانون، ده رقم واحد. فانا لما دعيتك مش دعيتك عشان حاجه، انا دعيتك عشان في بلد، في وطن، في تاني وطن، وبقول لك انا بتحداك مش انت وطني؟ اعمل بيان انت ومجلس ادارتك ان الولد الشاذ اللي بيلبس فنين مثل الاهلي وهربان قاعد في قطر، قول انه لا يمثلكم. اثنين انه ليس هذا النادي العريق اللي اسمه النادي الاهلي يشرفه ان الولد ده الخاين ده العميل ده يرتدي الفانيلا الثقيله قوي قوي اللي هي بتاعت النادي الاهلي. ما تعمل ده. انا بقول لك هو ده مصر كلها. ما تعمل ده. انا يوم ما واحد بيتكلم عن بلدي او جيش بلدي او شرطه بلدي او قضاء بلدي بفرمه. انا بسالك سؤال، مش انت بتقول انك وطني؟ انت ليه فصلت عن انت في حته ونادي في النادي الوطنيه اللي هو النادي الاهلي في حته؟ بقول لك تاني، الولد ده اللي بيشتم رئيس الجمهوريه بتاع بلدك غصب عنك. ها؟ وجيش شرطتك جيشك وشرطتك اللي هي اشرف منك غصب عنك. يا ولد يا شاذ يا هربان اللي اسمك علاء كاذب، تمام؟ انت واحد بيطلع لابس فنيه النادي الاهلي وبيقول بيعمل دون وانت فرحان. اطلع قول هذا الكلب العميل الخاين لا يمثل النادي الاهلي. ولما تطلع تشتم الدوله بمؤسساتها ما تلبسش فانيله النادي الاهلي، لان الفانيله دي فانيله الوطنيين مش فانيله الخونه الهربانين. انما واضح انك مالكش مزاج. انا بقول لك قدام مصر كلها اطلع اعمل بيان. ده انت كل يوم عرفنا بيان الصبح بيان بالليل، 50 بيان بيطلع في اليوم. البيان الوحيد المفروض يطلع منك انا وطني، انا رئيس نادي وطني والنادي ده تاريخه مشرف في الوطنيه. خلاص هذا الولد الشاذ اللي بيرتدي فنيه الاهلي ويقعد يشتم مؤسسه الدوله كلها ويحرض على دولتنا لا يمثلنا. انت خايف تطلع وتقول ايه؟ ما تطلع، ولا في سر احنا مش عارفينه بينك وبينه؟ اطلع قول، اطلع خلي جمهور الاهلي يعرف انك انت متبري منه، لان انت 99% من جماهير الاهلي متبريين منه لانهم وطنيين محترمين. انما انت ومجلسك لا 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 لا. هنعمل بيان ازاي؟ طب بيان الصبح، طب بيان بالليل، ده 50,000 بيان في اليوم، ده رقم واحد. فانت فاتك فرصه انك تيجي تحضر. وعلى فكره ما بعملش كده عشان حاجه، ما كانش في احكام، واول واحد هنى مجلسك لما نجح، تمام؟ ان شاء الله خير الايام اللي جايه خير ان شاء الله يا رب. ولغايه النهارده متقدم ضدك انت 126 بلاغ، لانك انت اللي اديتني السلاح. انت كنت مستخبي، اول ما عملت البيان وقلت اديت بيان طلع اديت تعليمات لكل صفحات الاهلي والمنتمين للنادي الاهلي وعندهم قنوات اللي هي الخاصه دي بتاعتهم اللي بتاع كبير السلم دول، الواد اسمه اسامه على الواد ابو الوسيله، الاشكال دي كلها انك انت اديتهم توجيهات ينزلوا شتيمه الولد اللي اسمه سيد عبد الحفيظ على كل الصفحات اللي هي الدوله المحترمه او الشركه المتحده شالتها، تمام؟ ده رقم واحد. فالجمهور زي ما قلت لك هذا الجمهور العظيم يعني مهما تتكلم عنه يا خالد صحيح دول ظاهره غير طبيعيه. يعني النهارده الاهلي لانه بقى الثالث، شوف جمهور النهارده كام واحد اللي راحوا الماتش؟ مفيش 15 20 صح. انما الزمالك بيبقى في حاله سيئه وتلاقي الملعب مليان. ليه؟ لانهم احترم طبعا جماهير الاهلي ومش كلهم بيشتموا، لكن جماهير الزمالك ليها طعم خاص. جماهير الزمالك بتبقى كسبان والاداء مش عاجبه بيتحولوا الى 50 60 70 مليون ناقد. ده اللي بيحصل. صحيح. دول جماهير الزمالك. فانا بشكر هذه الجماهير المحترمه مستر فيريرا. مستر فيريرا
عمل بلاغ للسفاره بتاعته البرتغاليه عشان الولد اللي اسمه محمد شبانه، تاني الولد اللي اسمه محمد شبانه اللي الولد كبر وعيان واغمى عليه، الولد محمد شبانه لاخواني. هم الاخوان هيجين علينا ليه في الاعلام وفي الانديه؟ بترجم له الراجل. وكان في محادثه بيني وبين احد اصدقائه استاذ خليفه من حوالي ساعه. تمام؟ وللاسف الكلام ده اتقال قدام احمد الخضر عضو النادي للاسف اللي عامل نفسه زملكاوي وما قالوش عيب وما انسحبش، والاثنين شغالين فين؟ عند الواد المزور اللي النيابه العامه قالت بدل ما تدخلوا السجن هو وابوه علشان زوروا الورق بتاعهم. تمام؟ النيابه العامه قالت ايه؟ يكفي انه اتشطبت عضويته. تمام؟ لكن انا بسال فين المجلس بتاع الاستاذ كرم جراف؟ فين الناس دي؟ انت النهارده لما ده راجل اجنبي وتقول عليه افرض انه عايز يمشي، افرض هنفترض. تمام؟ انت بتسال سمعته ليه؟ مع ان الراجل قاعد ومستمر، خلي بالك قاعد ومستمر، المفروض فاضل له السنه الجايه هو اللي بيختار اللعيبه، هو اللي عايز يمشي. طيب معلش يا سياده المستشار انا هقاطعك بس هقول لحاجه عشان ناس تفهم. السفاره البرتغاليه انت ما بتيجي بتطلع اشاعات على مواطن برتغالي عايش في مصر وبتطلع تقول عليه ان نظرا لحالته الصحيه السيئه او لأكتر من مره حالته بتسوء صحيا وبالتالي هو بلغ النادي انه ما عندوش قدره على الاستمرار بسبب صحته، فهو كمواطن برتغالي استاء من هذا الخبر لانه متواجد طول الوقت، سمعته بالظبط وصحته وهو متواجد في كل الماتشات، ده حتى الماتش اللي اتطرد منه كان قاعد في المدرجات وبيتواصل مع المدرب العام بتاعه، وهنا زي ما حضرتك قلت ده خبر يثير البلبله لانه هو مدرب متميز حصل على البطوله وفي ملايين وراه يحزنوا ويستاءوا من رحيله ويزعلوا على 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 رحيله بعد البطوله، وبالتالي انت لما تقول هذا الخبر لابد ان تكون متاكدا مليون في الميه ان هذا الخبر صحيح مليون في الميه، واذا لم يصح هذا الخبر فلابد ان يكون هناك رد فعل. اتفضل يا ست مشار. طبعا في في قانون العقوبات انك انت بتنشر امور كاذبه من شانها التاثير في الراي العام. انا عايز اقول لمحمد شبانه اتقي ربنا. يا اخي اتقي ربنا. يا اخي انت فاكر العلقه بتاع زمان؟ اتقي ربنا. انت ليه بتستفز زملكاويه وعامل نفس زملكاوي؟ والخضر عامل نفس زملكاوي، والواد الثاني اللي مزور عامل نفس زملكاوي، شو واحد شارك قناه جالها فيها 90 مليون جنيه قول لي انت جايبهم منين؟ قول. قول. احنا مش بدأنا بتعب التعشيحة وشيح حديد على كتفنا؟ قول جايبهم منين؟ تمام؟ لكن للأسف الشديد هذه القناة أنا بقول لكل زملكاوي ولا تتفرج عليها ولا تشوف هذه الأشكال، لأن هو متعمد إنه يسيء لنادي الزمالك كل يوم ومش عايز يتقي ربنا، وفي عز فرحتك يقول لك إيه؟ فيريرا مش قادر، فيريرا مش عارف إيه، خلاص الراجل تعبان صحياً. يا اخي بقول لك خليك محترم وتقي ربنا. انت عايز ايه من الزمالك؟ ويا كرم يا جبر يا محترم انت لما وافقت على القناه دي يوم عيطوا بس بايدك، انا بقول لك قدام مصر كلها وكتبهم كتبتهم اقرار. دي قناه عامه مش رياضيه لا يتكلموا عن الزمالك ولا عن الرياضه ولا عن مرتضى منصور. ها كلام واضح؟ الاقرار موجود هناك. وفي ايه؟ وبعدين الراجل طبعا مندهش. يعني الراجل المفروض هو واسرته وقاعدين، وانت عارف ان هو صديق الاستاذ خليفه نسيب امير اللي هو ابو محمد خليفه، لا محمد خليفه صحيح. تمام؟ وهو كمان على فكره بيتعشوا عائليا هو، وعلى فكره زوجته مبسوطه قوي في مصر، زوجة فيريرا يا باشا واصدقاء عائليا. يعني ده راجل مش جاي عامل عقد احتراف، ده جاي حابس، ده راجل ملياردير، ده بس فلوسه حلال مش فلوس مخدرات، مش فلوس مخدرات، مش فلوس كانت جايه من صفوه حجازي لما كان بني ادم شغال عنده خدام وضرب دقنه ايام الاخوان في قناه اسمها الشعب. لم نفسك يا ابني، لم نفسك بجد، شكلك بقى وحش. اما طبعا الاخ كريم حسن شحاته انا باكد على مسؤوليتي، انا طبعا انا
اللي عرفت انه الكابتن حسن شحاته اعتقد عمل مداخله وهاجم الزمالك، ومعلوماتي انه بقاله سنتين ما بيكلمش الولد ده. سنتين ما بيتكلموش. انتوا الاثنين وعاملين انتوا عاملين الزمالك، انتوا عمركم ما كنتوا زملكاويه. يعني ايه الزمالك انك تطلع تطلع اشاعات كل يوم قبل ماتش مهم، قبل بطوله مهمه؟ تعالى بقى لزيزو. زيزو جاي يقعد من قطر، لا ده من تركيا، لا من انجلترا. هات اللقطه بتاعت زيزو وهو بيكلمني. يا ريت. ايوه ايوه اللي حضرتك قلت عليه، ما تخافش يا زيزو هنقعد مع بعض وكل لا حاجه. لا لا خالص، لا ما قلتوش ما تخافش. طب ايه بقى؟ هو هات بس، هو بدا، هو اللي بدا. هات هنجيبها حالا دلوقتي. اللي حصل بالظبط، قال لي ايه؟ انا مش عايز امشي. بالظبط كده. افتكرت عايز انام في الاستاد. الهيصه دي كلها. ايه اللي بيقول لي مش عايز امشي ده؟ فقلت له يا ابني مش عايز تمشي، يعني هتقعد هننام هنا اهي. جميل. قال لي لا اهو بص اتفضل. انا مش عايز امشي. ثانية واحدة. هو بيقول لك كده انا مش عايز امشي. ثانية، لا ثانية واحدة، هو هيتكلم بقى. اتفضل سيبه. بقول له انا بساله بنتك دي الاول. بساله بنتك، بساله عن بنته الجميلة الأمورة دي. خلاص؟ فبيقول لي انا مش عايز امشي. لما فهمت بقى في الاخر، ما انا بقى خريج معهد كمان ابو خير تعاون. فبفهم متاخر يعني. تمام، مع احترامي كل الخريجين من معهد ابو الخير. على فكره يا خالد في فرق بين معهد التعاون ومعهد كمال ابو الخير. معهد التعاون ده اللي هو تروح تخش تمتحن طبيعي. كمال ابو الخير زي ما شريف عبد المنعم عمل حادثه، لقوا الامتحان والاجابه قبلها بيوم في العربيه بتاع ثاني يوم. ده اسمه معهد كمال ابو الخير، كان بيبعت لهم ايه؟ السؤال والاجابه. تمام؟ فانا باكد اهو، وانا قلت له ردا قاطع، ما دام ده شعورك انت موجود في نادي الزمالك. ده شوف بقى الاحترام بتاع الولد. تمام، يعني هو فاكر وبيكلمني في كل الاحتفاليه دي انه عايز يقعد مش عايز يمشي. هيقعد باذن الله ومش هيمشي ان شاء الله. ده خبر حلو لكل الزملكاويه. وخبر فيريرا اشاعه مليون في الميه، والراجل لا لا مش اشاعه، دي قله ادب. في فرق بين الاشاعه، في فرق بين قله الادب. لا هو القناه معموله لقله الادب. يا استاذ كرم يا جبر، لم القناه اللي انت قلت لي في يوم من الايام كاتبين اقرار، دي قناه اجتماعيه عامه. تمام، لا لهم دعوه بالرياضه ولا الزمالك ولا مرتضى، لكن في غل بقى. دول خبرين كده مهمين، فيريرا موجود معانا السنة الجاية، وزيزو إن شاء الله مكمل معانا السنة الجاية. مكمل معانا إن شاء الله. لا في خبر أهم بقى، دول بس في الآخر يعني. ده أهم حاجة. في الآخر. يلا. تمام؟ طبعًا أنا بشكر كل رؤساء الأندية في مصر والعالم العربي. بلا استثناء. كلموك؟ بلا استثناء. يعني حتى السيد رئيس نادي ويجن. طبعًا. سمو الامير طلال محترم. تمام، بشكره جدا. لا يعني ورئيس نادي شيفيلد الامير عبد الله بن مساعد. الامير عبد الله، لا ناس حاجه راقيه. تمام، والشيخ سطام سويلم، لا كل وكله كله كله اتكلم يعني. وشكر خاص بقى للاستاذ اخويا محمد مسرحي لسببين. السبب الاولاني ممر الشرفي اللي عملوه لاولادنا. صحيح. ودول الاسكندرانيه الجدعان المحترمين. اللي انا في وسطهم من سنه 79 تقريبا وكيل اول نيابه دار اسكندريه. ده السبب الاولاني. السبب الثاني المحترم ابو الشهيد محمد عمر ابو شريف. طبعا. اللي جزمته بدماغ العيال اللي في القناه الثانيه، ضحى بحياته. ثاني ضحى بحياته ليه؟ عشان البلد دي كلها تعيش. تمام، انه جايب الوالد، جايب اخت الوالد وسلمه لفريرا، والولاد كل واحد سلم لعيبه من عندنا. هذا المشهد الحضاري المحترم، حاجه جميله والله العظيم المحترم. يا ريت لو عندك تجيبه اهو، ده ممر شرفي الاول. الحاجات دي احنا ما بننساهاش يا محمد يا مسلحي يا مش عارف اسكندريه. مش الجدع اللي خرف عنده 101 سنه واتطرد من النادي بتاعه كل شويه، وبصرمه بتاعت كلاب على بتاع دوت بتاع زفت العصير بتاعه. تمام، وكل شويه يقول لك ايه فلان مشي فلان بقى. يعني اقعد انت 101 سنه، اقعد بقى اقعد. ده انت فاضل لك 7 8 سنين تبقى قد تاريخ النادي الزمالك. تمام،
ده المشهد. في مشهد قبليه بقى بتاع ايه؟ الورد، بوكيه الورد بتاع كابتن محمد عمر، شفته انا. هذا التحضر من نادي متحضر، ثاني هذا التحضر من نادي متحضر، من شعب متحضر، اسياد البلد اهو. اتفضل. ده محمد عمر ابو الشهيد، ابو الشهيد شريف، شريف الله يرحمه. المات في سينا. مش بناخد تعليماتنا من ابو تريكه بره وعلاء صادق؟ ها، شوف الاحترام والادب. فبشكره جدا. ثم المشهد اللي انا شفته من الزملكاوي الاصيل، مين بقى؟ مين؟ اوسى محمد عبد المنصف. مشهد رائع. انه لبس تيشيرت الزمالك، وخلي بالك صدق 500 كوره عشان ما اقولكش على صورك بالظبط. الكوره دخلت فيه دي تخش في شوبير 10 مرات. ده احلى ماتش عمله في السنه دي ضدنا. تمام. لكن شوف بقى الاحترام والشياكه. اتفضل. وبعدين راح لافف عشان يوريك رقم 10. خلي بالك دلوقتي، سيبوا يا اوباما، خليني اشوف رقم 10. على فكره شيكابالا هو اللي قلع له الفانيلا عشان عرف دي اخر ماتش ليه. على فكره سيبوا يا اوباما، سيبوا يا ابني دلوقتي. بقولنا شفت بقى الزمالك في قلبه. انا بصراحه ما اعرفش مين ابو قميص اخضر ده اللي كل ماتش الاقيه رايح لصع ده شويه، مش عارف بصراحه. تقول لي بس اللي هو رقم 10. وشوف بقى نظره شيكابالا بحب. تمام. وكلهم بيسقفوا له. هو دي المشاهد اللي احنا عايزين نشوفها. صح. مش ضرب وراح واحد يرمي المدينه في طلع مركز الاستاديو حمد دنيا في الارض بطوله افريقيه. هي دي المشاهد، دي المشاهد المحترمه اللي عايزين نشوفها. تمام. الروح الرياضيه والفير بلاي طبعا. بشكر طبعا زي ما قلت لك اخويا محمد مصطفى، وبشكر طبعا الاستاذ كامل ابو علي في بكره ان شاء الله لقاء تليفوني عشان هنعمل توقع ما بين نادي الزمالك والنادي المصري. هي دي العلاقات يا جماعه. والله اسماعيل يحيى الكومي، انا بفتتح جه المنشات الجديده وانا تحت امره في اي المحله والمحله واسوان وكل الانديه. المحله واسوان والمنصوره وكل الانديه بقى بيت الانديه. صحيح. فيوتشر كان بقى الخناقه بقى، والتاني كان فرحان، والتاني بيقول اهو اقسم بالله يا احمد يا شبير ان اتقال من مجلس الاداره انك ماليك لازمه في فيوتشر، وخدوك كده علشان واحد من الزمالك. اي حد من الاهلي يقول له خد الجدع ده، خدوه مش مشكله. تمام. وانت طبعا شفت عمر كمان لما شفناه في جنب الدرع. هذا اللاعب الزملكاوي الاصيل اللي شوبير بقاله سنه بيقنعه انه يستمر عشان يوديه الاهلي. تمام. اديكم شفتوه. انا عايز برضه كمان يا سياده المستشار، والله يعني انا سمعت تصريح قبل المباراه ان مش هينفع يتسلم الدرع يقوم ماتش الاتحاد، وان هيبقى اخر ماتش. ففوجئت بالاستاذ احمد دياب، النائب احمد دياب رئيس الرابطه، انه لا، بياكد ان بكره الدرع وهنجيبه والزمالك وهنتعمل احتفاليه. فرغم خلافك السابق معاه والتفاقم بعد كده في مشهد حضاري في نهائي كاس مصر، لا برضه يشكر هذا الرجل على ان هو اصر على تواجد الاحتفاليه. خد السر ده بقى، خد السر. اتفضل. بس بشكر برضه اخونا المحترم محمود حسين، النائب رئيس لجنه الشباب والرياضه، اللي بعت تهنئه النهارده وكلمني. بشكره جدا جدا. ابن بورسعيد البار، برضه بورسعيد. طبعا مصري. طبعا. المصري. بالنسبه اللي انت قلته دلوقتي، حاجتين ما كانش حد عارفهم. الحاجه الاولى، المذيع اللي كان عايز يجي واعلن الاخ شوبير. تمام. ان هو بيقول لك عايز افرح مع جماهير الزمالك. هو جماهير الزمالك طريقك، هي جماهير الاهلي طريقك، هو في حد في مصر طيقك يا اخي؟ فانا قلت للشركه شوبير هيذيع، اللعبة مش هتنزل الملعب. كلام واضح. لا مش عشان حاجه، عشان شوبير حفاظا على صحته، لانه لما يشوف الزمالك بقى وبياخد الدرع ممكن يجي له اي حاجه، ضغط، سكر، واخد بالك، يجي له اي حاجه، يعني حفاظا على صحته. الشركه المحترمه، ثاني الشركه المحترمه بلغوه لا، وطلبت طلب واحد. الزملكاويه بيتفائلوا بلال علام. بلال علام. لا، بلال احمد السيد محمد مريم علام. حتى انا بقول له هو انت ليه انت واحد انت رايح تعمل محضر في الاسم؟ يعني لازم تقول بلال احمد السيد محمد مريم علام. خلاص. هو على فكره شخصيه لذيذه قوي بلال، وكلامه هو ما هو لك حوار بينه وبينه. وهو اللي جه. يا شوبير
انا شلتك من اذاعه الماتش، خلي بالك انا اللي شلتك. عارف ليه؟ مش عشان انا عنطر، عشان انا راجل بتعامل مع الناس دي كلها بادب واحترام. يعني استاذنتهم ما قلتش لا اعملوا لي بيان لو شبيرجي، لا 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 خالص. المحادثات التليفونيه بيني وبين الناس المحترمه دي فورا حل مشاكل كتير. السر الثاني بقى ان شوبير كان مصمم، خلي بالك، انه الدوري لاخر ماتش اللي هو استر كامباني، استر كامباني يتسلم في الدوري، تمام؟ كلام منتهى الادب معاه. طب دلوقتي الفرحه ينفع عريس وعروسه متجوزين تروح لهم بعد شهر تهنيهم خلاص؟ لو معاك هديه ارموها لك من الشباك. الفرحه في اليوم ده اللي اتاكدت ليله الوقفه، صح؟ كله كله مستني العيد بكره. صحيح. ففيوتشر قال لك لا العيد النهارده، كلمت لك بيراميدز لربنا. عشان كده بقول لك كل الشكر لربنا. وفعلا كلمت سيف الوزير المحترم، وكلمت جمال علام المحترم، وكلمت احمد دياب برضه المحترم بالعيد فيك يا شوبير، لان كنت فرحان لما كان في خلاف. والثلاثه قال لك فعلا ما تتقابل احتفاليه في وسط الالاف اللي جايه دي. صحيح. اجمل بقى حاجه الواد الخاين العميل اللي بيتكلم مش في النادي الاهلي، قال لك انتوا فاكرين اللي في الاستاد دول زملكاويه؟ لا ده الداخليه كانت لا 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 بجد والله. لا قال كده، قال كده. لا والله العظيم قال كده. عشان كده قبل مركزي. لا والله. ده مجنون. لا ده وصل مرحله من الجنون. لا لا. ان وزير الداخليه المحترم محمود بيه توفيق لابس عشان كده قبل مركزي فنادي الزمالك، عشان ايه القرف اللي هو في الشوارع؟ يعني الناس اللي في الشوارع ولا في يا باشا اللي في الاستاد؟ في الاستاد، في الاستاد. عمل فيديو سيء يا نهار ابيض. يعني تخلف، يعني ده هو عايز الناس تقول عنه كده وتتكلم عنه. هو بيقول اي كلام في اي هبل يعني. بص بص، هو مش هيبطل لما يطلع بيان من النادي الاهلي ان احنا مش عارفينه والولد ده مش تبعنا. طول ما النادي الاهلي بياخد منه البيانات وتنزل على صفحاته، ليه حق بصراحه، ليه حق. ده هو كتب قال لك ان السيد محمود ابراهيم السيد الخطيب هينزل بيان الساعه 7 يردا على الشركه اللي راعيه للشركه المتحده الساعه 7 بالثانيه، كان البيان طالع. قال لك هننزل على كل صفحاتنا الشتيمه بتاعت السيد عبد الحفيظ. المهم طبعا بنشكر كل الناس دي، بنشكر زهيرة، بنشكر امير مرتضى اللي بذل جهد غير طبيعي الحمد لله. هو اللي اشترى الكلبزات دي؟ هو بيعمل حاجات غير طبيعيه بصراحه. هو عيل كيان غير طبيعي. وهو اللي وانا قلت لامه صاحب فكره الاتوبيس المكشوف كمان. لا هو عامل نفسه طيب واحمد اللي مش طيب. لا هو مش طيب بصراحه. بص يا لا وجايب حاجه غاليه كمان، يعني مش حاجه رخيصه. وكل لا وشوف اهو. هو نفسه جايب الكلام بتاعه. هو عارف اللي هو عارف من غير ما يفتح بقه، يعني فاهم؟ من غير ما يفتح بقه هو بس ايه؟ لا كياد كياد من غير ما يفتح بقه. الناس يقول لك ايه؟ لا ده امير طيب واحمد، لا ده احمد اللي طيب وامير مش طيب. انت عارف ان زكريا الوردي و ابراهيم انضاي بكره عايزين تزعلهم حاجاتهم ان شاء الله مستواهم عشان الناس تعرف الاهلي ده مصاب. هم كانوا موجودين في الملعب كمان يا باشا في الاتوبيس. احنا عملوا كشف طبي كامل، عملوا كشف طبي يا باشا كامل، ما عندهمش غلطه. طيب الحمد لله. يا جماهير الزمالك يا محترم ما تمشوش ورا العيال دي. وانا قلت لكم قبل كده من فضلك العيال بتطلع بيانات الواد اللي بيعمل عايز الشير كان في مكتبي المحامي وطردته. حضرتك بتدي له بياناته ليه وبلاغاته ليه؟ طب هو نفسه في كده. سيبه نكره، سيبه محدش عارفه. تاني كل الاخوه اللي عندهم مالكش دعوه بالقضيه، سيب القضيه خلاص اعمل فيها واتعمل فيها او طلب تعيين المحكمه المختصه طبقا لايه بقى؟ قانون واضح اهو وتم الايداع. والقانون واضح بيقول لما يكون في محكمتين مختلفتين، محكمه اقتصاديه هي محكمه مختلفه عن محكمه الجيزه اللي هي محكمه العجوزه، تمام؟ محكمتين، كل محكمه تطلع حكم. يا خالد يا ابو بكر علمك بقى القانون عشان انت قلت ايه؟ لا ده لازم يكون تنازع اختصاص سلبي. يعني ايه؟ يعني محكمتين. دي تقول انا ماليش دعوه بقضيه مرتضى، والثانيه تقول ماليش دعوه بقضيه مرتضى، ده السلبي. الايجابي دي تحكم ودي تحكم. الاولانيه حكمت تقول استئناف قايد 10,000 جنيه غرامه. الثانيه راح مديني شهر، فبقى في تنازع، ده اسمه تنازع ايجابي. ففي ماده في القانون الاجراءات الجنائيه واضحه.
تاني عشان ما حدش يتكلم اصل الدوله سايباه ليه. لا، بالماده 226 اجراءات لغايه الماده 231 اجراءات جنائيه. اهم ماده في اهم ماده في الموضوع ده كله، اهم ماده اهي، انك انت بمجرد 229 بمجرد ايداع الطعن توقف اجراءات السير في الدعوه وفروعها. السير في الدعوه اللي هي القضيه وفروعها اللي هو الاحكام. خلاص بعلمك قانون. عشان اقول لك وسايبينه ليه وكان طالع في التلفزيون؟ لانه انا اودعت خلاص المذكره بتاع تنازل القصاص وقانون واضح بمجرد الايداع مش محتاج قاضي، يتم وقف التنفيذ. تمام. زي بالظبط، بس عشان افهم البعض يعني، زي ما تيجي تعمل اشكال في حاجه شقه مثلا في حكم طارئ، عملت اشكال في التنفيذ محكمه عابدين، اول ما تودع الاشكال الحكم يتوقف. تمام. اوتوماتيك من غير القاضي. فهمت يالا؟ بفهمك اهو. ويا استاذ خالد يا ابو بكر، انا عايزك ترجع لقانون الغارات الجنائيه عشان انت كتبت حاجه لذيذه، واصل ده لازم يكون تنازع سلبي يا ابني، سلبي او ايجابي، المهم يعني. تمام. خلاص؟ طب ايه السر بقى؟ انت كنت بتقول في سر كده حلو هنقوله في الاخر. هقوله في الاخر خالص. هقوله في الاخر خالص. تعالى بقى، احنا خلصنا من زيزو. تعالى لامام عاشور. طبعا انا نسيت اشكر طبعا اسامه نبيل واحمد عبد المقصود وايمن طاهر وايمن طاهر. على فكره ايمن طاهر ده ابوه كان لواء رئيس مجلس مدينه مغامر اللي انا بتشرف ان انا منها. هو ظابط كمان. هو كان ظابط بس تخن شويه. ودكتور محمد اسامه طبعا. بشكر الدكتور محمد اسامه واشكر احمد اكرم. احمد حسني اخو اكرم حسني. أكرم حسني وكل عشان الأسماء كتيرة في الولاد اللي هم صحيح. في سعد وفي ميلا وكتير كتير يعني. ميلا ده تاريخ ده. بشكرهم كلهم على الجهد اللي عملوه. كلهم من أول عامل غرفة الملابس لغاية زريرة هذا الرجل المحترف المحترم. ومعه اثنين أنا ما بحفظش أسماء برتغاليين اللي هو بتاع تحليل الأداء والمساعد بتاعه. تمام. طيب نيجي بقى لبعض قلة الأدب. أول حاجة الأخ إبراهيم نور الدين. يا أستاذ إبراهيم نور الدين، أنا لا أعمل بيان ولا هشتمكم كحكام مصريين، بس أنا أقول لك مش كان في أداء تقريبا بأسبوع ماتش للأهلي وكنت بقول معاك ولادك الصغيرين وخدتهم واستأذنت من اللواء هشام زيت، تاني اللواء هشام زيت اللي هو مدير أمن الإستاد، استأذنت منه ان ولادك يتصوروا مع لعيبه الاهلي. عيب بقى يا اخي، عيب الكتف. انت كنت جاي امبارح تبوظ فرحه الزملكاويه بس ما قدرتش. ادي واحد. انت ناسي انه رمضان صبحي لما وافق على الكوره لما كان ابن الاهلي قبل بقى ما يقول لك ما نعرفوش لقيناه على باب نادي في الشارع لما قلبوا عليه هو وكرامي واحمد فتحي. ما هو القلب بيشتغل على طول. انت ناسي انك وقفت الاسبوع اللي بعديها على الكوره بتقلده؟ انت لو عندك احترام لنفسك الماتش زي ده انا ما اجيش. لان الاسبوع اللي قبليه شايفينك ومدير الامن قلت لهم من فضلك دول ولادي خدهم يتصوروا مع لعيبه الاهلي. تمام. حاولت بقدر المستطاع انك تبوظ فرحه الزملكاويه ما قدرتش. واللي برضه اللي ساعدك ما قدرتش السلوك المحترم للعيبه نادي الاتحاد. مفيش حد بيطرد حد بعد 18 دقيقة. تمام. وبعدين كارت أصفر في كارت أحمر. لا هو كان في كمان هي كان في كمان يا سيادة المستشار هي الأهم اللعبة الأهم هي ضربة الجزاء اللي احتسبها وفي الفار لا لغاها ليه؟ لأن ما جاتش في الإيد خالص يعني هو كأنه حسبها بالويم مثلا أو بالإحساس بنية سيئة. وعلى فكرة انت بتشتغل في البترول وبتشتغل في نادي السكر حبيبي وانا معاك بالادب والاحترام. تمام. ما دام مش عايز ربنا يهديك وتتقي ربنا، ولا انا بعمل بيانات ولا عندي عيل بيحفل ويقعد يشتمك ويتنطط عليك ويقف على قفاك ويديك بالشلوت مش عارف ايه. ما عنديش الكلام ده. احنا ناس محترمه. احنا راجل مش محكور عندنا كان ضابط شرطه والوقت تاني ووزير الداخليه عارف وعايش واللي هو محمود وجدي موجود وعايش كان وزير الداخليه يوم ما اتخرج يوم ما استقال تاني عشان ما حدش يفتي زي ابوه بالظبط من على المنصه استقال من على المنصه استقاله في 84
كل العالم اول قاضي في العالم هيستلم على المنصه عشان بس ايه نهدى شويه ونهمل شويه. خد بالك خد بالك جوز اختي يا سياده المستشار، جوز اختي كان ماسك امير في الكليه. كان هو اللي ظابط على الدفعه بتاعته. ظابط كبير والله بتكلم جد. ما هو انا بقول لك لا، واللي كان بيدربه في الكوره مين؟ علاء. خد بالك امير اشول. على امير اشول صح يا سياده المستشار؟ امير اشول بيلعب برجله الشمال. برجله الشمال كان بيلعب في خط الوسط، وبعدين ايه بقى؟ كان بيلعب هو احمد في الفريق الكوره في الزمالك. تمام. شو اقول لك ايه؟ ثلاثه بقى. عزم مجاي كان اول جزاره، امير عزم بيلعب عشان ابوه، امير مرتضى بيلعب عشان ابوه، مش عارف مين قلب عشان ابوه، خلاص اتفقوا على الله. سيف اسامه نبيه وفاروق جعفر وسيف فاروق جعفر. لا لا ما خدش بقى سيف كده ولا الكلام ده. انا بتكلم دلوقتي. انت كنت بتقول على امام عاشور يا سياده المستشار، كنت بتقول حاجه على امام عاشور. اما خلص بس ماشي اتفضل. اما خلص بس الباشا اتفضل. اللي اسمه تامر غير امين ده. بيقول لك عشنا وشفنا. هو بيتكلم يعني انه مرتين الزمالك بياخد الدوري مرتين ورا بعض. شفنا واحد ابوه حرامي، ثاني واحد ابوه حرامي سكري بيتكلم عن الاخلاق، ورقاصه في مطعم بلكونه كانت بتضربه بالشبشب. عشنا وشفنا، واخد بالك؟ اسكت يلا ما تطلعش صوتك ثاني. عشنا وشفنا واحد الصعايده كانوا عايزين يموتوه عشان المحترمين لما غلط في ستاتهم الفاضلات. تتكلم في ايه؟ احترم نفسك. وانا بقول لك هو ده مصر كلها. مع احترام النادي الاهلي وبطولاته. الدوري المصري بدا سنه كام؟ 48؟ صحيح. لا الدوري المصري يا ولد بدا بعد الغار ما دخل مصر 2020 تقريبا. ده الدوري المصري. هو بدا 2020 في الدور الثاني بالظبط. خلاص؟ تعالى بقى نحسب يلا من 2020 انت خدت ايه واحنا خدنا ايه؟ السنتين ورا بعض ولا حاجه. الدوري عشان الفار على الاقل 90% عداله. هو لما حسب ضرب جزاء وهميه مش بيلغى له برضه الفار؟ فما تتريقش على اسيادك وانت قاعد تتعيط عشان كانوا شايفين. انت فاكر انك انت كنت في القناه بتاعت القناه الثانيه المصريه وطردوك وكنت بتخاف تطلع من بيتك بعد 25 يناير؟ فاهمك اهمل. انا في طبعا كان الاخ بيقول لي عبد الله الكعبي طبعا اهلا بيه يزور مصر في اي وقت، واهلا بيه في نادي الزمالك. وعلى فكره يعني من الحاجات اللي اسعدتني برج خليفه. طبعا. ايه الشعب الجميل ده، الامارات الجميل اللي بيحب المصريين ده. ده في دبي في حوالي 200 جنسيه. لما يطلع في برج خليفه نادي ياخد الدوري، افهم يالا اللي اسمك تامر يالا، افهم. دي الرقاصه لسه موجوده ما ماتتش، وفي شعب ما ماتتش. احترم نفسك. يعني احترم نفسك. على برج خليفه الاحتفاليه بتاع دوري الزمالك. دي لاول مره تحصل يا سياده المستشار. طبعا. لاول مره تحصل. بص يا سيدي. هكلمك على امام. امام عاشور. بعد ما نخلص موضوع الولد الرقيع اللي كل شويه يقول لك ايه؟ وحياه ولادي انا اهلاوي، وحياه ولادي انا زمالك، وحياه ولادي خلاص؟ عرفتنا. وانا قلت لك لو اتكلمت تاني مش هسيبك. انا في يوم كذا بناء على طلب فلان الفلاني ومحل المختار فلان الفلاني انتقلت للسيده فلان الفلانيه جنحة مباشرة ضد الزوجة جنحة زنا. ولا ما اسمعش صوتك تاني. ولا تنزل من بيتك تاني. لا اسمع صوتك. اقول لك رقم المحضر 2595 سنة 2016 اداري المعاد. ولا لو كلمت تاني هقول انت ايه ليه في اقوالك والقضية فيها ايه. اقعد في بيتك ما تنطعش. واوعى تجيب سيره نادي الزمالك. خلي بالك انا بابا يالا. تاني انا بابا يالا اللي كل الدنيا بفضل ربنا اهو جبتها لك. وانا المره اللي فاتت قلت لو اتكلمت هجيبها لك. بتاريخ 1/5 2016
فتح المحضر بمعرفتنا الملازم محمد اهو قدامي بشوي على بعض رئيس التحقيقات قسم شرطه المعادي. خلاص اسمع صوتك يا يعني. اوعى تجيب اسم الزمالك على لسانك، والا لو انا قلت اللي انت قايله في المحضر ده اقسم بالله ما تنزل من بيتك. يلا يلا ابو كفيره يلا. نيجي بقى الامام عاشور. قبل امام عاشور انا امبارح كنت حموت. قول لي ازاي بقى؟ ايه بعد الشهر عليك يا استاذ بشار. بص يا بيه، ناجي فيه 70,000 عضو عندي. يا جميله محترم. وفتحت ملعب الناشئين فيه 50,000. بقينا كام؟ 120,000. صحيح. وقدام بوابه النادي جامعه الدول العربيه ومطرح العزيز وشرف العربي اللي انا فيه، قول بقى 200,000 300,000. وفجاه يجي الاتوبيس الاولاني اللي هو الاتوبيس على النادي. والعيال تكسر الباب. خلي بقى، لا لسه ما كانش الاتوبيس جه. قول لي ما كانش جه. لا لسه. لسه. يا ريت ماشي الاتوبيس عندكم تجيبوه. تمام؟ وينكسر الباب ومش عارف اسيطر. يساب بسيط جدا، ده الاف مؤلفه. فجبت الاذاعه الداخليه قلت لهم بصوا، لو حد اتعور او مات في اله تقول لك ده مرتضى منصور زي ما قتل مش عارف فين قتل اولادنا. انا بحذر كل واحد اللي كان بره يطلع بره، والاعضاء من فضلكم خش جوه النادي ده. بعد نص ساعه جه الاتوبيس مكشوف، واخد بالك؟ ولقيت بقى ايه ال 100 و500,000 دول اللي تلاقي على الشقالات، واللي تلاقي على البلكونات جوه النادي، واللي تلاقي مش عارف ايه. اقسم بالله كنت خايف عليهم. خايف طبعا طبعا. طبعا انا من الساعه 2 لغايه الساعه 4 عمال ازق وامشي. وبعدين ايه، عندنا الشعب المصري عنده عاده جميله، انا خايف وعمال ازق بزاوده عشان يمشي، وده عمال يصور. انت فاكر يا سياده المستشار انا كنت هموت والله. فاكر 2014 2015 ما فتحت استاد الاتوبيس داخل اهو. داخل اهو بس النبي. فاكر ما فتحت الاستاد كنا لسه ما هديناش المدرجات ولا كنت لسه المدرجات ديت ماسك الميكروفون. يا نهار ابيض على الزحمه. ده في قرار ازاله امام عاشور هو شوف عمال يقول دخل الاتوبيس دخل بالظبط دخل. شفت بقى؟ طبعا فرحه، واللي بالتالي بيقول لك الفرحه زادت. ما اعرفش بقى الكوره كان في النادي الاهلي اسمه. قال لك دي فرحه زياده عن اللازم. ليه يعني؟ اسمه ايه؟ لاعب اسمه ايه؟ مش ده السيد ده لاعب تاني. مش عارف بس احنا من حقنا نفرح يعني. بيقول لك فرحه ليه؟ انت مال امك؟ انت بجد مال امك؟ انت مالك اللي هتطق كده ويطق لك؟ انت مال اهلك؟ انا ناسي اسمه. تاني انت مال امك؟ اقول اهو. يقول لك شو بيقول الام؟ انا واخد بقول له انت مال امك وانا شتمتها؟ ما امه ست محترمه، بس انت مال امك؟ فرحه مبالغ فيها، فرحه مبالغ فيها عشان سنتين ورا بعض بالعدل. تاني بالعدل. ها؟ تاني بالعدل، عارف يعني ايه العدل؟ العدل اساس المؤمن. ف للاسف الشديد انت عايز تحبس. طبعا نسيت اشكر الفريق اسامه ربيع طبعا. رئيس قناه السويس. لا انا في ناس كتير بصراحه بركت وهنت ناس طبيعيه ولهم ناس على وقت. طب انا كان في الماتش معايا في عربيتي جاي معايا دكتور صلاح طبعا. هو اهلاوي. مفيش مشكله. اللي هو سفير النور كان بيبارك لي النهارده. يا جماعه مفيش مشكله. يا جماعه مفيش مشكله. العيال التاني الصايعه اللي بتتقدر منك يا جمال يا جبر عشان تشتم حماية حمد ومجدي عبد الغني وتشتم مين تاني في مين؟ مصطفى يونس. ايه المشتمه اللي شغاله دي؟ ايه يا جماعه اللي حصل؟ هو في ايه؟ هو انت زعلان من ايه؟ زعلان عشان انت خدت مني كهرباء وانا اخد منك 50 مليون؟ هو انت زعلان مني عشان بعد ما رجع الفار مش عارف تاخد مني اي بطوله؟ هو انت زعلان من ايه؟ انت زعلان علشان ما عندناش مشكله ولا اتحاد افريقيا ولا اتحاد مصري ولا لجنه انديه ولا رابطه انديه؟ زعلان من دوت؟ انت زعلان عشان كل رؤساء الانديه اصحابي وحبايبي من زمان؟ انت زعلان ان مرتضى منصور ان شاء الله هياخد احسن رئيس نادي للمره السادسه؟ ها؟ وبريرا احسن مدير فني، وامير احسن مشرف على كوره، وزيزو احسن لاعب وهداف البطوله، وامام عاشور احسن نص ملعب ناشئ. ما هو كده. وسيف الجزيري احسن مهاجم، وينش احسن مدافع، وعواد احسن جون. انت زعلان من ايه؟ وشيكابالا. ف
في السن دوت رئيسكم في ايه؟ تمام؟ ف بقول تاني كل الشكر، تاني كل الشكر للناس اللي هنوا نادي الزمالك والناس المحترمه في مصر والعالم العربي على فكره وافريقيا وناس من امريكا وكندا واوروبا، بشكرهم جدا جدا. وطلع ان جمهور الزمالك لا كبير قوي يا خالد عبد العزيز. ومصر بتفرح لما الزمالك بياخد بطوله يا خالد عبد العزيز. عشان انت للاسف طلعت قلت ايه؟ لا 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 خالد لما الاهلي بيكسب الشعب بينام مبسوط، قال كده. والزمالك ما بيكسب الشعب بينام مبسوط برضه. لا يا باشا تاني، انا عمري ما غلطت في جمهور النادي الاهلي عشان عارف قيمته، ولا في تاريخ النادي الاهلي. وانا قلت قبل كده انا عضو في النادي الاهلي، عضو عامل، وعمل لي العضويه عبد الجد محمود اللاعب العام كان رئيس لجنه امن الدوله، تمام، 74 ودافع فلوس العضويه. استاذ محمود ابراهيم السيد الخطيب، انت عضويتك في التسعينات، انا قبلك في النادي الاهلي، ويهمني النادي الاهلي يبقى قوي زي نادي الزمالك، لانك لما بتاخد بطوله من نادي المنافس هو قوي، غير ما بتاخدها اكيد هو ضعيف. نروح لامام عاشور بقى. نعم، امام عاشور. امام عاشور، انا قاعد بالليل في النادي بعد ما يعني سد حيلي، عمال ازق بقى في العيال، يا ابني يا ابني هتموت يا لو الميكروفون ومش عارف ايه وازق واخد بالك. المهم فقعد الساعه 4 كنت ايه خلاص مش قادر اخد نفسي. لقيت واحد خارج من اوضه اللبس بتاع اللعيبه ومعاه ست كده زي يوم بالظبط، حاجه كده لابسه جلابيه فلاحي، وانا امي اصلا من بشلوش. وجات ايه وقال لي هنا قعدوا في شبرا والفرج. فانا قلت مين الست دي؟ وطلع من اوضه الولاد بيقول لي دلوقتي طلع ده امام عاشور وامه المحترمه. فشافوني جيهم قعدوا جنبي. فبقول لها عايزين نجوز امام يا حاجه. قالت لي كل اللي بيتقال عن امام كذب. امام عاشور بني لنا عماره مسكن فيها اخواته كلهم. ياه. اقسم بالله. بار باهله. قال لي بار بينا كلنا. واخواته البنات واخواته الصبيان. قال لي قالت لي يا ريت كل الناس زي امام. ده بيصحى من النوم يبص ايدي انا ووالده. وكل الاشاعات اللي بتتضرب ديا لقلة أدب وسفاء. ده والدته الحاجة محترمة، ست محترمة. فعايز أقول لجمهور الزمالك ما تمشوش ورا قلة الأدب يا جماعة. يا جماعة أنتوا اللي بتروجوا لده. السوشيال ميديا بقت مليانة أكاذيب. ضارب خبر كذب كلنا نمشي وراه. هم قاصدين يعملوا كده. هم قاصدين يعملوا كل ما يتنجم اللاعب ويروح على الطريق الصحيح بيبقوا عايزين يوقعوه. بالظبط. لو الإمام عاشور دلوقتي زي ما تشاف زي سيدنا الله أكبر عليه. نسيت طبعا اشكر المشاري دور كبير ونجم. هيجوا اسياده المستشار؟ هيجوا في الاحتفاليه؟ ان شاء الله. ان شاء الله بنعمل احتفاليه كبيره جوه. بص بنعملها جوه الاستاد ان شاء الله. اعضاء العاملين هيبقوا قاعدين في الحضانه كلها، انت عارف حضانه 17 شاشه. والجمهور هيبقى جوه ان شاء الله الملعب نفسه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا طبعا انا شفت طبعا شاسي. وزي ما قلت في فرق بين أندية بتشكر اللاعبين الموجودين واللي مشوا. أخيرا إحنا عايزين نبدأ صفحة جديدة مع كل الناس. أنت النهاردة مرتضى منصور اللي خلال 3-4 أشهر مدد إيده لكل الناس. فخدت قرار النهاردة بإلغاء جميع قرارات شطب العضويات وإيقافها لكل الأعضاء العاملين في النادي. حلو جدا جدا جدا. يعني اي حد مشطوب عضويته او حاجه يجي بكره وحضرتك ترجع له العضويه، يقدم طلب في ثانيه. احنا مجلس الاداره مستمر بقراري. كل الاعضاء المشطوبين ايا كان السبب او موقوفين ايا كان السبب بناديهم يتفضلوا في اي وقت، بس ليا طلب واحد. انتقد مرتضى منصور كما تشاء، مالكش دعوه بالكيان، مالكش دعوه بالنادي. مرتضى منصور جاب لاعب اي كلام قول، ما عنديش مشكله. مرتضى منصور بقى عنده مبنى مثلا المفروض يعمل ما عملوش، تعالى قول. اتاخر في الاستاد وشفتك قول حقك. انما مالكش دعوه بالكيان. تمام. ومالكش دعوه بضرب الاشاعات الكاذبه اللي بتهد الكيان. انا من بكره عندنا بكره الخميس والجمعه والسبت، انا هسافر ان شاء الله يوم الاحد
لغايه يوم الاحد بامر الله. انا مش همشي الا لما ادي اللعيبه مكافاتهم واصرف المكافاه بتاع كل العاملين اللي قررتها امبارح ان شاء الله. تمام. اي حد ايا كان اسمه ليه قرار شرط، وكلها قرارات على فكره حقيقيه وترفع بيها قضايا وترفضت. تمام. نبدا صفحه جديده عشان خاطر نادي الزمالك. صحيح. اتفضل حضرتك قدم لنا طلب فورا هنوافق، اتفضل خش النادي انت واسرتك. يعني استاذ استاذ عبد الشافي ممكن يرجع كده بكره؟ شافي صادق، ده النادي بتاعه. الله يكرمك يا سياده المستشار، مشطوب يعني. بس اسمح لي ان انا اشكر حضرتك يا سياده المستشار، ده قرار جريء وقرار مهم في توقيت مهم، توقيت الفرحه. صح، احنا فرحانين وحضرتك بتفرح كمان بقيه الناس. صحيح، كلام واضح اهو. محدش يجرؤ ياخد القرار ده الا مرتضى منصور. ليه؟ لانك انت لما تكون قوي وربنا واقف معاك ومبارك لك. صحيح. تمام. انت بقى لا في انتخابات دلوقتي ولا في دان الخلفه ده عليها 3 سنين ونص. تمام. صحيح. بقول تاني اهو، اتفضلوا هتقدم حضرتك الطلب ان انا عايز الشرط ده يتلغي او الايقاف يتلغي فورا، اقول اتفضل استمتع بالنادي. طيب الحمد لله ربنا كرمنا وعملنا نادي عالمي، بس لما قلت اهو مالكش دعوه بالكيان. طيب. عايز تنتقد اتفضل، واعتقد ده قرار، اعتقد يعني ده قرار هيسعد ناس كتير، اسر كتيره، واعتقد ده قرار محترم ما بيطلعش الا من حد الحمد لله واثق في ربنا واثق في نفسه. وفي ساعه فرحه وانت راجل واخد حوالي 12 بطوله في 3-4 اشهر وعندك ربع مليار جنيه في خزينتك ولسه ما خدتش ولا جنيه من الشركه الراعيه، لا رعايه ولا بس، وعندك قناه الحمد لله محترمه هي. وانا بقول تاني على الهوا اهو، اي حد مختلف مع مرتضى منصور عندكم عايزين تجيبوه تشوفوا القناه يقولوا وجهه نظره، اتفضلوا اتفضلوا. قناة مرتضى منصور اسمها قناة الزمالك. أنا خلصت. سيادة المستشار بس عايز أبارك لك وأبارك لكل الزملكاوية. ربنا نصرنا بعد سنة صعبة وسنة شاقة وسنة متعبة، والحمد لله رب العالمين. وما النصر إلا من عند الله. الحمد لله رب العالمين، ربنا كبير، ربنا فرحنا في نهاية مشوارنا الرياضي يعني السنه دي في موسم كان صعب جدا علينا. فمبروك ليك ومبروك لكل العائله الزملكاويه يا سياده المستشار. انا بشكرك، بشكرك جدا جدا، وبشكر طبعا ضيوفك الاعزاء. الف مبروك يا سياده المستشار، ودايما منتصر للانتصار ان شاء الله باذن الله. ده مين انت؟ ده عبد الشافي المشطوب. عبد الشافي المشطوب. عبد الشافي باشا صادق، تسلم لي يا سياده المستشار. مبروك ومبروك لكل الزملكاويه. هو ماسك الموقع دلوقتي بتاع الاهرام استاذ عبد. مين مين ماسك الموقع في الاهرام، موقع الاهرام الرياضي؟ استاذ ماجد. ماجد منير. ماجد منير حد محترم جدا وشخصيه محترمه جدا. زميل عزيز جدا. كل الصحفيين المحترمين، واحنا لسه استاذ محمد فراجه اللي هو اعتقد نائب نقيب الصحفيين او وكيل النقابه، جايب لي عدد من الصحفيين. احنا ان شاء الله باذن الله عشان نعمل لهم قضيات. بقول لكل الناس احنا القضيه دلوقتي في نادي الزمالك لغايه يوم الاحد ب 180، بعد يوم الاحد هتبقى 250، ان شاء الله باذن الله في 15/9 هتبقى 500,000 ان شاء الله. ودينا شغالين دلوقتي الشركه اللي احنا اتفقنا معاها بتاعت اللي هي تبع الدوله. الشركه دي بتعمل الرسومات والتصميمات عشان اول ما يخلصوها على طول خلال الاسبوع ال 10 ايام هيبتدوا يشتغلوا فيها ان شاء الله. طب اخيرا يا سياده المستشار، احنا ان شاء الله مشاركين في بطوله لوسيل دي اللي هي في قطر مع الهلال السعودي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وماتشين الاتحاد وماتشين تشاد اللي هو دول 64. نعم. وتوصلنا لاتفاق يعني؟ هو امبارح استاذ جمال علام هو بص كلام نهائي ما فيهوش كلام. اللي هو نادي الزمالك، اصل مش معقول يا جماعه الاول على الكليه يروح يشتغل صبي في معمل. واللي طلعت معناها طبعا ما تكلمش عن النادي الاهلي، انا بتكلم بصفه عامه. واللي طالع مش عارف يطلع يشتغل معيد يعني. مش ممكن. فخلاص في الحد المندوب من الاتحاد القطري موجود، وكان قاعد مع الاخ جمال علام والاخ احمد نياب. هو نادي الزمالك هو اللي رايح المسافه. عندنا المشكله بتاعت الشاب
في دلوقتي مفاوضات، يا اما هيجي يلعبوا الماتش هنا الماتشين هنا، يا اما اولادنا لما يسافروا قطر هيقعدوا يلعبوا الماتش ويقعدوا يومين او ثلاثه ويطلعوا من هناك على على تشاد. هو الماتش هيكون يوم 11 تقريبا او 12 9 لا لا الماتش تشاد، الماتش تشاد 16 ده الماتش العوده ولا الماتش الذهاب؟ الذهاب. طب ما كويس لسه بدري يعني، فرق كبير يعني. بس بدري في ايه؟ قصدي يعني يبقى فرق 6 ايام عن ماتش قطر يعني. لا ما هو بص احنا يعني احنا انا عارف ان القطريين ازاي المره دي هيقابلوا زمان بلادنا المره دي بالذات يعني. صحيح. انت عارف ان في مصالحه سياده الرئيس عملها، وانا قلت انا ضد المصالحه، بس انا مع الرئيس بتاعنا في اي حاجه يعملها. تمام؟ لسبب بسيط جدا، لان هو شايف اللي انا مش شايفه. صحيح. يعني الراجل شايف ان انا مش شايفه. زي ما مثلا اجي اخد قرار في نادي الزمالك فالجمهور مش شايف ان انا شايفه، فاقول هو القرار ده متاخد ليه؟ لا هو متاخد عشان في حاجات معينه انا شايفها وبناء عليها انا خدت القرار. تمام؟ فانا اعتقد انه كمان المصريين مع اولادنا سافروا كده خالد. صحيح. وعندنا جاليه زملكاويه استقبلوا الاولاد في ماتش ترجي في السوبر الافريقي، استقبلوا احسن استقبال. اه بالظبط في المطار. اه المطار سيادة مشرع اتفضل. استقبلوهم في المطار وحاجه يعني بالظبط حاجه جميله. اه الحمد لله. اشكرك يا سياده المستشار. انا بشكركم جدا جدا جدا. شكرا جزيلا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.